عقدت الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان بأمانة العاصمة مؤتمرا صحفيا تناولت فيه آخر المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها العدوان على بلادنا. إلى التفاصيل. عقدت الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان اليوم مؤتمرا صحفيا تناولت فيه آخر المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها العدوان السعودي الغاشم على بلادنا والدور الإجرامي للولايات المتحدة وإسرائيل في هذا العدوان. تلعب الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان دور رئيسي في كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وما مؤتمرنا اليوم إلا خطوة من الخطوات التي نعمل عليها. فيما يخص المشاركة الخارجية وفي الجانب السياسي، نحن كنا جزء لا يتجزأ من مؤتمر جنيف واحد ومؤتمر جنيف اثنين، وكنا ممثلين في الفريق اليمني المفاوض في جنيف. نحن نشكل رافد رئيسي لقيادة الثورة ولأنصار الله ولكل الشرفاء من أبناء المجتمع اليمني في مسار السياسي وفي المسار التعبوي والجماهيري والتنموي والنهضوي. بالنسبة لنا نحن في تنظيم الأحرار أو لكل حزب خاصته شاركنا في الكثير من الأعمال الميدانية وأيضا الجهادية وأيضا تصدرنا الكثير من الشهداء وأيضا، ولكنها لم تحسب علينا وإنما حسبت على قوى وطنية كاملة شاملة لاحتكار بعض الآراء التي دائما يسوقونها لمكون ما دون البقية. ممثلو الأحزاب المناهضة للعدوان استعرضوا بالتفصيل حقيقة المؤامرة الثلاثية السعودية الأمريكية والإسرائيلية على بلادنا والتي كان آخرها تصريحات وزير خارجية أمريكا جون كيري. مؤتمرنا اليوم يأتي بعد تصريحات كيري الأخيرة وبعد لقاء القيادة العسكرية الأمريكية يوم أمس بملك نظام العدو السعودي. نحن هنا سنبدأ حراك سياسي سيترافق مع الحراك السياسي حراك شعبي لتأكيد ولكشف زيف الادعاءات الأمريكية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بتمدد المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي الذي يستهدف ضرب شعبنا اليمني. حربنا هنا في اليمن هي حرب يمنية أمريكية بالدرجة الأولى. نتمنى من المواطنين ومن أبناء شعبنا أن يكونوا بحجم المسؤولية التاريخية وأن يكونوا على مستوى عال من الوعي لإدراك المخاطر المحدقة بشعبنا ولإدراك المخطط الأمريكي الذي يستهدف شعبنا. تصريحات كيري ليست بجديدة، وعدوان الأمريكان والإسرائيل وبني صهيون وأدواتهم هي دول الخليج معروفة، لم تكن هذه التصريحات بجديدة عليهم، وهما من تبنوا العدوان من البداية، وهما من يقفون وراء هذا العدوان، وهما من يسعوا إلى تمزيق اليمن وإلى تجزئته وفقا لشرق أوسط جديد. الأحزاب المناهضة للعدوان أصدرت بيانا أكدت فيه إدانتها واستنكارها للدعم الصهيوني الأمريكي للعدوان وكذا الصمت الدولي المخزي، كما أشاد البيان بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة، مجددين دعوتهم لأبناء شعبنا للحشد والتعبئة العامة واستشعار المخاطر المحدقة ببلادنا. بيان تكتل الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان حول آخر المستجدات مع استمرار جرائم ومجازر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كتأكيد على بشاعة وفظاعة المشروع التآمري والذي ترعاه وتشرف عليه دول الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كجزء رئيسي من المخطط الصهيوني الأمريكي والذي يستهدف المنطقة برمتها، وما يمر به بلادنا للشهر الحادي عشر على التوالي من عدوان غاشم وحصار سافر جائر إلا أكبر دليل على الانحطاط الأخلاقي والتفسخ القيمي والاستكبار غير المسبوق الناتج عن حقد دفين تجاه شعبنا اليمني وثورته المباركة التي أسقطت عروش الطغاة والظالمين والمفسدين. توج ذلك بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة بين كافة القوى السياسية يوم 21 من سبتمبر 2014 ميلادي.